بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 194. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بتحقيق التوحيد وتجريده ونفي الشرك بكل وجه حتى في الألفاظ، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد الخالص والنهي عن الشرك بجميع أنواعه، كغيره من النبيين والمرسلين، كلهم اتفقت دعوتهم على هذا، على الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. ونبينا صلى الله عليه وسلم فصل لنا الشرك بأنواعه، حتى الشرك في الألفاظ وإن لم يعتقدها بالقلب، كأن يقول ما شاء الله وشئت، وذلك أنه يجمع بين الله وبين المخلوق بالواو، بالعطف بالواو التي تقتضي التشريك والمساواة، وهذا في اللفظ. والمؤمن لا يعتقد أن المخلوق شريكا للخالق، لكن لما كان هذا اللفظ يقتضي التشريك نهي عنه سدا للذريعة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، بل ما شاء الله ثم شاء محمد. يؤتى بثم التي هي للترتيب والتعقيب، فالعبد له مشيئة بلا شك، والله له مشيئة، لكن تكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، ولذلك يؤتى بثم التي هي للترتيب والتعقيب، ولا يؤتى بالواو التي هي للتشريك والجمع. نعم. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، أي شريكا، ندا أي شريكا، وذلك لأنه جمع بين مشيئة الرسول ومشيئة الله بالواو، فعطف بالواو ما شاء الله وشئت. نعم. والعبادات التي شرعها الله كلها تتضمن إخلاص الدين كله لله، تحقيقا لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم. الدين كله لله عز وجل، والعبادة كلها لله بجميع أنواعها، فلا يصرف منها شيء لغير الله، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة كالذبح والنذر والخوف والرجاء لغير الله عز وجل فقد أشرك. نعم. فالصلاة لله وحده، والصدقة لله وحده، والصيام لله وحده، والحج لله وحده، وإلى بيت الله وحده. فالمقصود من الحج عبادة الله وحده في البقاع التي أمر بعبادته فيها، ولهذا كان الحج شعار الحنيفية، حتى قال طائفة من السلف: حنفاء لله أي حجاجا، فإن اليهود والنصارى لا يحجون البيت. نعم. فالحج هو عبادة لله لا للبيت، وإنما هو عبادة لله عند البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، فهو العبادة لله عز وجل، لكن جعل مكانها عند البيت، وذلك في الحج والعمرة خاصة. نعم. قال طائفة من السلف: لما أنزل الله تعالى قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قالت اليهود والنصارى: نحن مسلمون. فأنزل الله: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا: لا نحج.
فقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، على هذا أن المراد بالإسلام الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بالإسلام، وغيره من الرسل كلهم جاءوا بالإسلام الذي هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ولكن الشرائع تختلف، وآخرها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد بعثته صلى الله عليه وسلم لم يبق دين إلا ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ونسخت الأديان السابقة بشريعته صلى الله عليه وسلم. فلما سمع اليهود: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، قالوا: نحن مسلمون فيقبل منا. فالله جل وعلا أبطل قولهم بأنهم ليسوا مسلمين، وتحداهم بأنهم إذا كانوا مسلمين فليحجوا بيت الله عز وجل. ولهذا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالت اليهود: لا نحج. قال الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، عام في الأولين والآخرين، فإن دين الإسلام هو دين الله الذي عليه أنبياؤه وعباده المؤمنون، كما ذكر الله ذلك في كتابه عن أول رسول بعثه إلى أهل الأرض نوح وإبراهيم وإسرائيل وموسى وسليمان وغيرهم من الأنبياء. كل الأنبياء دينهم الإسلام الذي هو إخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سواه، هذا دين الأنبياء جميعا، وإن اختلفت شرائعهم لحكمة من الله سبحانه وتعالى ولحاجة المخلوقين، كل وقت يحتاج إلى تشريعات تناسبه. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم توحدت الشريعة، وبقيت شريعته لا تنسخ إلى يوم القيامة، صالحة لكل زمان ومكان. نعم. أو لا يصلح زمان ولا مكان إلا بها، صالحة ومصلحة. نعم. قال الله تعالى في حق نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا دليل على أن الإسلام يشمل دين الأنبياء جميعا، أولهم نوح عليه السلام وقد صرح بأنه من المسلمين. نعم. وقال تعالى في إبراهيم وإسرائيل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. نعم، يعقوب هو إسرائيل عليه السلام، وصى بنيه بأن يعبدوا الله وأن يكونوا مسلمين، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، دل على أن هؤلاء على الإسلام. نعم. وقال تعالى عن يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا يوسف عليه السلام سأل الله أن يتوفاه على الإسلام، فالإسلام دين جميع الأنبياء. نعم. وقال تعالى في موسى وقومه: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نعم. وقال في أنبياء بني إسرائيل: إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. نعم، فبنو إسرائيل منهم مسلمون يحكم فيهم النبي في وقته والأحبار من بعد النبي بالإسلام. نعم. وقال تعالى عن بلقيس: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فدل على أن سليمان عليه السلام على الإسلام. نعم. وقال تعالى عن أمة عيسى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. نعم. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذه الآية فيها شرطان لقبول العبادة. الشرط الأول الإخلاص وهو الإسلام لله،
أسلم وجهه لله يعني أخلص عمله لله عز وجل وقصده. والشرط الثاني الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في قوله وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعبادة يشترط لقبولها شرطان: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ادعت اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا. الله طالبهم بالبرهان على هذا النفي، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين على هذا النفي. ثم إن الله جل وعلا أثبت أنه يدخل الجنة كل من كان مسلما لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله يعني أخلص العبادة لله وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم فهو يدخل الجنة. نعم. وقد فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصده لله وهو محسن بالعمل الصالح المأمور به، وهذان الأصلان إجماع الدين: أن لا نعبد إلا الله، وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. نعم. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو ما كان متبعا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الشرط الثاني. نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. نعم، دعا ربه أن يوفقه للإخلاص وأن يجنبه الشرك، فدل على أنه لا بد من الأمرين: الإخلاص لله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أيكم أكثر عملا، فالعبرة ليست بالكثرة، إنما العبرة بالصواب، العبرة بالحسن والصواب. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معنى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما معنى أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه بأن يكون خالصا لله ليس فيه شرك، وأصوبه بأن يكون على السنة وليس فيه بدعة. نعم. وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. شهادة لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله أن لا يطاع ويتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما أساس العبادة: الإخلاص والمتابعة. نعم. قال: فإن الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو تتضمن إخلاص الإلهية له، فلا يجوز أن يتأله القلب غيره، لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا إجلال ولا إكرام ولا رغبة ولا رهبة، بل لا بد أن يكون الدين كله لله، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم. وإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله كان في ذلك من الشرك بحسب ذلك. وكمال الدين كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم. فالمؤمنون يحبون لله، والمشركون يحبون مع الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمحبة مع الله شرك أكبر. نعم. الذي يحب غير الله محبة عبادة وذل، عبادة معها ذل وخضوع، هذا مشرك. أما الذي يحب شيئا وهو لا يخضع له، كالذي يحب زوجته أو ولده أو ماله أو مسكنه، فهذا ليس معه ذل وخضوع، فهذا ليس عبادة، هذه محبة طبيعية. هذا فرق ما بين محبة العبادة والمحبة الطبيعية. نعم. صلى الله عليكم. قال: والشهادة بأن محمد رسول الله تتضمن تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر،
فما أثبته وجب إثباته، وما نفاه وجب نفيه. نعم، يجب أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، سواء كان متواترا أو كان آحادا، لأن بعض الناس إنما يقصر الإيمان على المتواتر من السنة وينكر العمل بالآحاد، أو من الناس من يقول المتواتر هو الذي يفيد القطعية وأما الآحاد فيفيد الظنية، هذا كله كلام باطل. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كله إذا ثبت سواء متواترا أو آحادا فإنه يفيد القطع واليقين. نعم، قال فما أثبته وجب إثباته. وأما الظنية فهذه من قبل الإنسان، قد يكون ظنا يخطي ويصيب في ظنه وفي اجتهاده، أما أحاديث الرسول فهي تفيد القطع في حد ذاتها. نعم، قال فما أثبته وجب إثباته، وما نفاه وجب نفيه، كما يجب على الخلق أن يثبتوا لله ما أثبته من الأسماء والصفات، وينفوا عنه ما نفاه عنه من مماثلة المخلوقات، فيخلصوا من التعطيل والتمثيل، ويكونوا في إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، وعليهم أن يفعلوا ما أمر به. وذلك في أسماء الله وصفاته، هذا من الإيمان بالله عز وجل ومن التوحيد، من صميم التوحيد. نعم، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل، لأن هناك من يغلو في الإثبات يشبه المخلوق بالخالق وتنزيها بلا تعطيل، فهناك من ينزه الله ويغلو في التنزيه حتى ينفي عن الله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، يزعم أن هذا من باب التنزيه لله عز وجل، وهو ليس كذلك. نعم، وعليهم أن يفعلوا ما أمر به، وأن ينتهوا عما نهى عنه، ويحللوا ما حلله، ويحرموا ما حرمه، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. هناك من يأخذ بأقوال العلماء ولو لم يعرف دليلها، ما دام قال به فلان يعتبره أنه حق، لماذا؟ لأنه يوافق هواه، أما إذا خالف هواه ولو كان صوابا فإنه لا يقبله، إذا خالف قول العالم هواه الذي يرغبه ولو كان صوابا فإنه لا يعبأ به، بل بعضهم لا يعمل بالأحاديث الصحيحة إذا خالفت هواه. نعم، ولهذا ذم الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما لكونهم حرموا ما لم يحرمه الله، ولكونهم شرعوا دينا لم يأذن به الله، كما في قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر السورة، وما ذكره في صدر سورة الأعراف، كذلك قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالذي يأخذ بأقوال العلماء مجردة عن الدليل ولو كانت تخالف الدليل، العلماء يجتهدون وهم مثابون على اجتهادهم، لكن قد يخطئون، فنحن لا نأخذ مجرد أقوالهم حتى نعرضها على الدليل من الكتاب والسنة، فما وافق الدليل قبلناه، وما خالف الدليل رددناه، ولو كان قال به فلان أو علان، وإلا فإننا نكون من الذين قال الله جل وعلا فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم، أحسن الله إليك. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأخبره أنه أرسله داعيا إليه بإذنه، فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع، والشرك بدعة، والمبتدع يؤول إلى الشرك. نعم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فالذي يدعو إلى الله يدعو بإذن الله أي بشرعه وبدينه، وإن دعا إلى دعا الناس إلى غير دين الرسول فهو مبتدع. نعم، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك، كما قال لأنه شرع فيه نوع من الشرك، لأنه شرع ما لم يأذن به الله عز وجل. نعم، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم، وكان من إشراكهم بهم أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. نعم، وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فقرن بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر
أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، وإنما يدينون دين الباطل ويحرمون ويحللون ما يوافق أهواءهم وما قال به أحبارهم ورهبانهم من دون الله عز وجل. نعم. والمؤمنون صدقوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر به عن الله وعن اليوم الآخر، فآمنوا بالله واليوم الآخر وأطاعوه فيما أمر ونهى وحلل وحرم، فحرموا ما حرم الله ورسوله ودانوا دين الحق، فإن الله بعث الرسول يأمرهم بالمعروف ويناهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فأمرهم بكل معروف ونهاهم عن كل منكر وأحل لهم كل طيب وحرم عليهم كل خبيث. نعم، هذا هو الأصل، أن الذي يطاع ويتبع مطلقا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما عداه من أهل العلم ولو بلغ من العلم مرتبة عالية فإنه لا يقبل قوله مطلقا، وإنما يعرض على الدليل، فما وافق الدليل قبل وما خالف الدليل فإنه يرد، وهو مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، لكن لا نتبعه على الخطأ. نعم. ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص، من قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. يتضمن الشرطين، الإسلام يتضمن الشرطين، الإخلاص والمتابعة. نعم. من قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هذا مثل للمشرك والموحد، فالمشرك الذي يعبد آلهة متعددة لا يدري من يرضي منهم، ومثل المملوك الذي له عدة ملاك لا يدري من يرضي منهم ومن يحقق رغبته منهم، والموحد هو الذي له مالك واحد يعرف رغبته ويعرف طاعته فهو في راحة معه. نعم. فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه. نعم. وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله، فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، ومن لم يستسلم لله فهو مستكبر عن عبادته. وقد قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، من استسلم لله وحده فهو موحد، ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، ومن أبى أن يستسلم لله فإنه يكون مستكبرا. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقيل له: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفى من الكبر ذاك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق جحده ودفعه، وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. هذا هو الكبر، بطر الحق يعني دفع الحق وعدم قبوله، وغمط الناس احتقار الناس، هذا هو الكبر. أما أن الإنسان يتجمل بالثياب ويتنظف هذا مطلوب، قد أمر الله به، الله جميل يحب الجمال، والمتجمل لا يكون في قلبه كبر، لا يكون في قلبه كبر، كما أن الفقير والعائل قد يكون فيه كبر وليس عليه ثياب جمال وليس فالعبرة بالقلب، العبرة بالقلب. العائل المستكبر من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهو عائل فقير. نعم. قال: فاليهود موصوفون بالكبر والنصارى موصوفون بالشرك. قال تعالى في نعت اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال في نعت النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فمن سمة اليهود الغالبة الكبر والعياذ بالله، ولهذا كانوا يرفضون ما جاءت به الرسل إذا خالف أهواءهم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وأما النصارى فالغالب عليهم الشرك، قال تعالى: فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. نعم. ولهذا قال الله تعالى في سياق خطاب النصارى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فنحن لا نقول اتبعونا، نعم، وإنما نقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فيها عدل، فيها عدل بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما عند النصارى، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم. وقال تعالى في سياق تقريره للإسلام وخطابه لأهل الكتاب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. فالدين ليس بالادعاء وغير ذلك من الظنون، الدين إنما هو بهذا الإيمان بجميع الرسل وبجميع الكتب. أما الذي يؤمن ببعض الرسل وببعض الكتب ويكفر بالبعض الآخر فهذا كافر بالجميع، هذا كافر بالجميع. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وفي هذه الآية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآيات. فالإيمان أن تؤمن بجميع الرسل وبجميع الكتب ولا تفرق بينها، أما من فرق بين الكتب وآمن ببعضها وكفر ببعضها، أو فرق بين الرسل فآمن ببعضهم وكفر ببعضهم كاليهود والنصارى فإنه كافر بالجميع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت ناصر بن حسن الجريسي. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.